أميرة في الشر زان الشر بسيرتها، ياما كانت الناس بنظرة عين سيرتها، الاسم جازية أمور الروم في سيرتها، يا بنت سرحان عشقت في السبا بركات، تشبه غزال الحليم يوم يورد على البركات، الوجه ضي القمر من جمال البركات، قالب تبركات هلال منصورة في سيرتها. هو ده الكلام اللي بنقوله احنا، ايه الخصائص الموارثة نفسرها تطبيقيا ونفك المعاني. وزي ما حضرتك تفضلت ان الثلاث شطرات الاولانيين بقفله، تمام، الثلاثه التانيين بقفله، واتحدت القفله السابعه الشطره السابعه في القفلتين، تمام، الثانيه والاولى. يعني اميره في الشرق اميره في الشرق زان الشرق بسيرتها، بسيرتها السيره بتاعتها. ياما كتر ناس بنظره عين اسرتها، تمام، الاسم جازيه امور القوم فسرتها، فسرتها يعني فسرت، تمام. دي بنت سرحان عشقت في الصبا بركات، بركات اللي هو ابو زيد، تشبه غزال الريم يوم يورد على البركات على البركه، الوجه ضي القمر منه الجمال بركه قال ده بركات، ده بركه، تمام، هلال منصوره في سيرتها في السير بتاعها. ده المول اللي هو السبعاوي يعني. نعم، اميره في الشرق زان الشرق بسيرتها، ياما كتر ناس بنظرة عين أسرتها، الاسم جازية أمور القوم في سيرتها، دي بنت سرحان وعشقت في الصبا بركات، تشبه غزال ريم يوم يورد على البركات، الوجه ضي القمر منه الجمال بركات، قالب ده بركات لا المنصورة في سيرتها. الله، ناخذ وزن ثاني او لون ثاني من الوان الموال وليكن الرباعي. الموال الرباعي برضه من اجمل انواع الموال لكنه لا يرتقي الى السبعاوي او المسبوع. والموال الرباعي هو الوجه الخفيف او الخامه الخفيفه لاي جوال عايز يقول موال. والناس يعني احيانا ما بتقدرش تفرق بين الموال الرباعي والرباعيه. لأنهم أربع شطرات وأربع شطرات. الواو معروف وزنه معروف، لكن الرباعية والموال الرباعي بيتحدوا في الوزن، تبقى فيه فروق بسيطة جدا جدا ما بيلحظهاش غير يمكن اللي هو بيقدر يميز الموال الرباعي عن الرباعية. هنقول مثلا الموال الرباعي بقول إذا كنت صاحب قلم هات الكلام بميزان. إذا كنت صاحب قلم هات الكلام بميزان، وإذا كنت صاحب أدب خلي الأدب عنوان، الكلمة زي الذهب ليها نسب وعيار، يتلبسك عار ينقص لك في الخلود فدان. ثلاث شطرات الأولانيين، الشطرتين الأولانيين، الشطرتين الأولانيين متحدين، التالت بدأ اختلف شوي. ده اللي اسمه بقى الأعرج. هو الأعرج هو، لا هو لو جي لو الأربع لهم زي بعض لو كاش أعرج بقى، لا بقى بقى زي النمي، بقى مربوع، بقى زي النمي، بقى رباعية خلاص، بقى رباعية زي رباعات رباعات سعديين مثلا. بقى رباعية، بقى رباعية أو دخل في النمي، لا خلص. من النمي برضو أو النمي رباعية نمي يعني. إذا كنت صاحب قلم هات الكلام بميزان، أوزن الكلام، بكتب خلي كلامك موزون. إذا كنت صاحب أدب خلي الأدب عنوان، خلي عنوانك مع الناس هو أدبك، تمام. الكلمة زي الذهب ليها نسب وعيار، النهارده في ذهب عيار 18، في ذهب عيار 21، في ذهب عيار 24، عيارات متعددة. الكلمة دي، الكلمة زي الذهب ليها نسب وعيار، يتلبسك عار يتقص لك في الخلود فدان، تخلدك. ما هو لو قلت كلمة ممكن تقعد تتمسك عليك العمر كله فهتلبسك عار. أو قلت كلمة تتخلد فتقص لك في الخلود. تبدأ عرج الدور. إذا كنت صاحب قلم هات الكلام بميزان، إذا كنت صاحب أدب خلي الأدب عنوان، الكلمة زي الذهب ليها نسب وعيار،
يتلبسك عار يدس لك الخلود تبدان. نمشي بسكة الرباعي الموال الرباعي ونقول يا خضر يا ابو العمايم خضرة مزيونة، يا خضر يا ابو العمايم خضرة مزيونة، اجت من دلعنا معجونة مطحونة، الخرق كان حكمتك في سفينة الفقرة، حين طمعت الأمرة في الجود وفي المونة. الله يا خضر يا ابو العمايم خضرة مزيونة، يا خضر يا ابو العمة الخضرة مزيونة 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 من الزينة من الزينة. اه جت من دلعنا معجونه مطحونه خلاص يعني اه الشقه تعبت جت تعبت. الخلق كان حكمتك في سفينه الفقر، لما حرقت السفينه او افلقت السفينه فرقها. كان حكمه سيدنا موسى ما فقهاش غير لما تفسرت بعدين. الخلق كان حكمتك في سفينه الفقر، حين طمعت الامراء في الجود وفي المون، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. حين طمعت الأمرة في الجوت وفي المونة، أنت خربت السفينة اللي كانت حكمة. تمام، ليه؟ عشان أحافظ عليها. عشان أحافظ على السفينة للصهر. عرج الدور ده. يا خضر يا أبو العمايم خضرة مزيونة، اجت من دلعنا معجونة مطحونة، الخرق كان حكمتك في سفينة الفقرة، حين طمعت الأمرة في الجوت وفي المونة. نقول من فن الموال الرباعي. فارس نزل سوق وعاوز من الخيل الأصيل مهر، فارس نزل سوق وعاوز من الخيل الأصيل مهر. قالوا له سوقنا جبر وتعال يا غاوي الجمال بكر، رجع الحزين للبلد رامي اللوم على بخته، ندهت له أخته لقينا في الجيران بكر. طبعا البكرة والمهرة مش هو الطلب، يعني هو عايز مهرة صغيرة في الفرس ما هو ما لقاهاش، والبكرة صغيرة في الجمال أو الناقة. هي دائما البكرة في الجمال بتقابل المهرة في لو شبهت بها النساء، يعني أقول لك فلان دائما الصغير يعني حتى في الغزال الريم الريم هو صغير الغزال، الصغير بيبقى له رونق وجمال كده أكثر من الكبار نفسهم. هو لما تيجي تشبع مثلا جميلة النساء بالمهرة أو البكرة ما تفرقش، يقول لك فلانة دي زي البكرة أو فلانة دي مهرة، فالتشبيهين موجودين إيه في الصعيد. أنت ما لقيتش المهرة، إحنا عندنا في الجيران لقينا بكرة، يعني بكرة الاثنين صنعوا بعض، يعني دي لها مواصفات ودي لها مواصفات. مثلا بكرة بتكون اللي هي بتطلق على البنت اللي هي منشوقة القوام، اللي هي ذات الجيد الاطول يعني طويل يعني بكره جمال عالي شويه عاليه. دي بكره يعني دي بكره كده يعني فيها مواصفات فيها مواصفات شويه ايه تختلف عن المهره يعني مهره كده محكومه شويه. المهره دي اللي هي مثلا بقول لك دي بنت مهره يعني ايه يعني ما شاء الله حركتها سريعه كده وفيها ليونه مرحه فيها ليونه. مظبوط. تمام. عرج الدور ده. فارس نزل سوق وعاوز من الخيل الاصيل مهره، قالوا له سبنا جبر وتعال يا غاوي الجمال بكرة، رجع الحزين للبلد رامي اللوم على بخته، ندهت عليه أخته ولدينا في الجيران بكرة. الله. نقول نزلت سوق الجواهر لقيت اللولي تمنوا فيه، ولقيت حجر للماس غزين المال ما توفيه. نزلت سوق الجواهر لقيت اللولي ثمنه فيه، ولقيت حجر للماس خزين المال ما توفيه، هديم عدن الرجال يفاهم للكلام معناه، واللي أبوه وصاه ما تجيش وراه توصيه. الحكمة بعد في حكمة. مظبوط. هو الجميل في الفن ده يعني ان هذا الموال في النهاية آخر شطرة دي حكمة اللي انت توصل له ايه، يعني ممكن تأخذ ما أخذك. مظبوط. اللي ابوه وصاه ما تجيش وراه توصيه، هتوصيه ورا ابوه هيقبل وصيتك ازاي لو هو ما عملش وصيه ابوه. كويس انت وصلت للمعنى. يعني مش معنى اللي ابوه وصاه يعني خلاص اخذ وصيه ابوه، ففي وصيه ابوه الكفايه ليه ولا الاستغناء عن كل الوصايا؟ لا. هو ما عملش وصيه ابوه. ده صح صح. نقول نزلت السوق الجواهر لقيت اللولي ثمنه فيه، ولقيت حجر للماس خزين المال ما توفيه،
هديم عدل الرجال يا فاهم للكلام معناه واللي ابوه وصاه ما تجيش وراه وصيه. اي والله نقول يا استاذ عادل. ليه العوازل بطبع الغل والأمونة؟ العوازل مش العوازل. العوازل العزاء. ليه العوازل بطبع الغل والأمونة؟ خلوا المراكب تسير بلا زاد والأمونة. الجرح في القلب خلف نار جمارة، قاعدين في خمارة نمز بخل والأمونة. الله، ما في الآخر حتستخدمها باللمونة. لازم باللمونة، لازم لابد. هي القفلة كده. تمام تمام. ليه العوازل بطبع الغل والأمونة؟ علينا من الملعمة. خلوا المراكب تسير بلا زاد ولا مونة. مؤنة. خلاص مؤنة. المراكب صارت خلاص يعني حضيع فاضي. فاضي. الجرح في القلب خلف نار جمارة، قاعدين في خمارة نمز بخل ولا مونة. ده سؤال بس. أرجو الدور ده ثاني. ليه العوازل بطبع الغل ولا مونة؟ خلوا المراكب تسير بلا زاد ولا مونة. الجرح في القلب خلف نار جمارة، قاعدين في خمارة نمز بخل ولا مونة. نقول يا استاذ عادل. سيبها على الله. ونعم بالله. سيبها على الله يا طالب ستر من خلقك، ولا تشتكيش لمخلوق لا عجبه هناك ولا خلقك. الناس رضاها وسخطها على حسب الغنى والمال، ريح كده البال وهدي على الدوام خلقك. انت مكفوف. خلقك. سيبها على الله يا طالب ستر من خلقك. من الخلق. اللي خلقك. خالق سبحانه وتعالى. ولا تشتكيش من مخلوق لا عجبه هناك ولا خلقك. ولا خلقك. ولا خلقك. خلق. ولا يعني لا عجبه بناك. ولا خلقك. ولا خلقك. بنيانك. شكلك وخلقك. كلك على بعضك كده. الناس رضاها وسخطها على حسب الغنى والمال. تمام. حيرضى عنك انت غني، حيرضى عنك يعني. حيسخط عنك لو انت غريب. ريح كده البال. وهدي على الدوام خلقك. هدي خلقك. هدي طبعك يعني. ايوه بالظبط كده. هدي طبعك. عادي. سيبها على الله يا طالب ستر من خلقك، ولا تشتكيش لمخلوق لا عجبه هناك ولا خلقك. الناس رضاها وسخطها في الغنى والمال، ريح كده البال وهدي على الدوام خلقك. طبعا شفنا معاكم أعزائي المشاهدين هذه المجموعة المتنوعة من فن الموال وخصائص هذا الفن الجميل جدا، وإن كنا يعني ركزنا أكثر في نوع من أنواع الموال وهو الموال الرباعي والحرفية اللي ابتدى بها شاعرنا النهارده الأستاذ عادل بهناسي في صياغة هذا الفن ملتزما كل القواعد الملزمة لشطرتين متحدتين في القافية جناس كامل واختلاف الشطرة الثالثة، ثم يختم بنفس القافية اللي بدأ بها، يختم بها البيت الأخير، والبيت الأخير يعتبر أو الشطر الأخير في حد ذاته بناء لو فصلناه من الموال نفسه بيعتبر حكمة مكتملة الأركان. أكرر شكر ضيفنا الكريم النهاردة الشاعر الأستاذ عادل بهنسي، وبنختم بقول قصدين مدح النبي سيد تهامة من شرف الكون بالدين والمعجزة والكرامة، نصلي على النبي.